قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هنتكلم النهارده ان شاء الله يا جماعه عن البريكال بليكسس ليجن. البريكال بليكسس ليجن ده موضوع مهم جدا. المفروض ان الطالب بعد ما يعرف البريكال بليكسس ليجن يكون عارف يعني الاناتومي بتاع البريكال بليكسس. تاني حاجه الكلاسيفيكيشن بتاعت البريكال بليكسس انجري. لازم يبقى عارف اي اهم الفيزيكال ثيرابي تريتمنت. تالت حاجه لازم يعرف ايه الانديكيشن بتاع البوست اوبراتيف سيرجري. لازم يعرف ايه الموداليتيز اللي انا بستخدمها اعمل بيها اسسمنت للبريكال بليكسس انجري. البريكال بليكسس انجري دي ممكن تحصل في الانفانت وبنسميها اوبستاتريك بريكال بليكسس ليجن. ممكن تحصل في الادلت ونسميها تروماتيك بريكال بليكسس انجري. في انواع كتيره والكوزس والايتيولوجي بتاعها هنغطيها كويس. بريكال بليكسس انجري من الموضوعات المهمه لان الانسيدنس بتاعت بريكال بليكسس انجري عاليه سواء كانت تروماتيك او اوبستاتريك. فالكيسز دي كتيره وبنشوفها معانا في كاوت بيشنت كلينيك ومن الحالات اللي بتجيب ريزلت عاليه تحقق نتائج مهمه في الفيزيوثيرابي. والفيزيكال ثيرابي ليه رول مهم جدا سواء كان في الاسسمنت بالالكترو دايجنوزس والماسكولوسكليتال سونار ورول مهم في كتيم كوان اوف مين تيم ممبر في الريهابليتيشن بتاعت البريكال بليكسس انجري بالاضافه الى الميديكال تريتمنت. الميديكال دكتورز اللي بيتعاملوا مع البريكال بليكسس انفنت. اول حاجه لما نيجي نعرف يعني ايه نيونيتال بريكال بليكسس انجري او وات از ذا ديفينيشن اوف ذا بريكال بليكسس انجري. النيونيت زي ما هنشوف كده ادي البريكال بليكسس انجري. نيونيتال بريكال بليكسس انجري از ذا بارشال اور توتال باراليسيس اوف ذا ابر اكستريميتي ديو تو ذا تروما اوف ذا نيرف اوف ذا بريكال بليكسس. احنا عارفين ان البريكال بليكسس دي المين سنسوري وموتور سبلاي اوف ذا ابر ليمب. النيرف الموتور بالسنسيشن بتاع الابر ليمب طالع من البريكال بليكسس. اي انجري او اي ليجن في النيرف دي بتاثر على الفانكشن بتاعه الابر ليمب از توتال. يبقى انا دلوقتي لما زي ما قلنا في الانترودكشن ان البريكال بليكسس دي ممكن تحصل في الانفنت وممكن تحصل في الادلت وبنسميها في النيونيت ان هي او اوبستاتريك نتيجه مشكله اثناء الدليفري. واذا هنشوف الريسك فاكتورز ايه اللي بتؤدي الى البريكال بليكسس. ممكن تحصل في النيونيت وممكن تحصل في الادلت. لو حصلت في النيونيت بنسميها اوبستاتريك بريكال بليكسس نتيجه تروما او نتيجه مشكله اثناء الدليفري. طيب ايه عندنا نوعين من البريكال بليكسس مشهورين ابر تايب سي 5 وسي 6 او ايربس او دوشان. ده الليجن بيبقى فيه سي 5 سي 5 سي 6 بيرس انجري ديو تو تروما. بيبقى بيأثر طبعا على الماسلز بتاعت الابر ليمب. بيبقى الدلتويد سوبراسباينيتس البايسبس الريست فليكسورز. بياخد السنسيشن بتاع الميديال بتاع اللاترال ارم واللاترال فور ارم والسامب سنسيشن بيبقى افكتد. الريفلكسز بتبقى بتاعت البايسبس والبريكورديالس وبيأثر على الترايسبس ريفلكس بيؤدي الى ويكنس لان الترايسبس ريفلكس ياخد من سي 6 اند سي 7. طيب ايه النوع الثاني؟ اللور تايب. اللور تايب او كلامبكس باراليسيس نتيجه تراكشن انجري او فول زي ما احنا شايفين بيحصل هورزونتال ادكشن للابر ليمب فبيعمل ستريتش او تراكشن على اللور روت بتاعت البريكال بليكسس فبيؤدي الى ليجن في سي 8 اند تي 1.
وطبعا بيبقى الموست افكتد ماسلز اللي هي سمول ماسل اوف ذا هاند، ياخد السنسيشن برضه بتاع الميديال ابر ارم اند فور ارم اند اندكس اند ميدل فينجرز. طيب زي ما قلنا كده ادي الابر ريتن بلكسس ابيرنت، بيحصل ايه ازاي نميزها او بنلاقي ايه؟ بنلاقي الارم سايد البادي وبيبقى واخد التيب مان بوزيشن ديفورميتي، زي ما قلنا لوس اوف سنسيشن اوف ذا لاترال اسبيكت اوف ذا ارم مور كومن مور كومن طبعا موست كومن البريكال بلكسس، وزي ما هنشوف البروجنوسيس بتاعها ذا مور بيتر ل المور بيترز، لان السمول ماسل كل ما كان الافكشن فيه السمول ماسل بيبقى البروجنوسيس باد. لكن لما نسال سؤال ايه الموست بيتر كبروجنوسيس، طبعا الابر تايب احسن في البروجنوسيس. هذه الهربس بولسي سان انكلود لوس اوف سنسيشن ان ذا ارم اند باراليسيس اند اتروفي اوف ذا ديلتويد بايسبس والبريكاليس ذا ارم هانج بيدي الديفورمتي اللي احنا بنسميها تيب مان بوزيشن. طيب ايه الريسك فاكتورز المهمه اللي احنا بنعرفها في اليونيت والماترنال والليبرز؟ طيب اهم حاجه لارج بيرس ويت، البيرس ويت بيبقى عالي اكتر من 3.5، واللو ابر سكور زي ما خدنا في الهاي ريسك انفانت، وبيبقى ريتش ديليفري. الايدج اوف ذا مذر اهم حاجه بيبقى اكتر من 35 ييرز. كفاله بيلفيك ديسبورشن بيبقى عندي لو الليبر بيبقى في موست كومن في لو في شولدر ديستوشيا، وفي انكريز ديوريشن خصوصا السكند ليبر ستيج. وده اهم الريسك فاكتورز اللي انا بركز عليها، البودي ويت والايدج بتاع المدر والشولدر ديستوشيا، ودي اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا قبل عمليه الدليفري. لو احنا بنبص على البريكال بلكسس ليجن في قسمناها الايتيولوجي بتاعها الى كلوزد واوبن، الكلوزد تراكشن راديشن نيو بلاستيك ممكن يحصل تيومر في تيشو اراوند البريكال بلكسس، و اوبرتيف بوست اوبرتيف سيرجري زي واحد بيعمل هارت سيرجري، فممكن ياثر على الروت بتاعه البريكال بلكسس وبيؤدي الى ليجن. الاوبن جان شوت وونت لاسيريشن ديورنج السيرجري والاورثوبيديك ريليتد بروبلمز دي اللي هي ممكن تاثر وتجيب لي بريكال بلكسس، زي ما قلنا قبل كده ان هو ممكن يحصل نتيجه في الادلت وممكن يحصل في الانفنت. ايه هي بقى البريكال بلكسس وايه الروت بتاعها؟ احنا دي 15 سنتيمتر لونج فروم من السباينال كولوم. البريكال بلكسس از ريسبونسبل زي ما قلنا على الكتينوس سنسيشن والماسكولار باور بتاعه الابر لمب كلها. زي ما قلنا ادي البريكال بلكسس طالعه من الروت اللور نيك طبعا من سي 5 6 7 8 تي 1 يعني من اللور نيك للفيرست ثوراسيك، وبيبقى فيه بريفيكسد واخده من سي 4 الى او بوست فيكسد للتي 2. لو هي بريفيكسد يبقى كده خدت الفرينك نيرف، وبنلاقي عند الطفل ده في حاجه اسمها سنترال سينوزيس نتيجه الافكشن بتاع الدفراجم وبيحصل فيه السينوزيس. ده لو الليجن بريفيكسد، وده بيفرق معايا في البروجنوزيس. لو انا لقيت عنده سينوزيس فده انديكيت ان الفرينك نيرف افكتد وان الليجن بريفيكسد، ويبقى كده البروجنوز بتاعي سو باد. لو بوست فيكسد بيبقى واخد من التي 2، يبقى انا عارف ان في بريفيكسد ليجن وفي بوست فيكسد ليجن. بريفيكسد ليجن السي 4 افكتد بالاضافه الى الروت بتاعه البريكال بليبسس، وبوست فيكسد لو السي تي 2 هي الافكتد. يبقى احنا عندنا طالعين اهو زي ما هنشوف الاناتومي بتاعنا، ادي البريكال بليكسس اناتومي الروت سي 5 6 7 8
2. يبقى احنا عندنا كام مرحلة؟ عندي الروت وترانك وكورد. الروت الابر روت C5 6 7 8 T1. الابر ترانك بتكون من C5 و C6، الاثنين بيتجمعوا بيعملوا يونيون ومكملوا لي الابر، بيعملوا لي الابر ترانك. C7 لوحدها بتعمل الميدل ترانك، C8 و T1 بيعملوا لي اللور ترانك. بعد كده الترانك بيتقسم الى كل ترانك بيتقسم الى انتيريو وبوستيريو ديفيجن. البوستيريو ديفيجن بتوع الثلاثه ترانك بيعملوا لي البوستيريو كورد اللي هو بيطلع منه الاكزيلاري والريديال نيرف. الانتيريو ديفيجن بتاع الابر والميدل بيعمل لي اللاترال كورد اللي هو بيطلع منه البرانشز بتاع اللاترال روت بتاع الميديال نيرف واللاترال كوتينوس نيرف بتاع الارم. الارم هو ماسكلو كوتينوس نيرف. الميديا الانتيريو ديفيجن بتاع اللور ترانك بيعمل لي الميديال كورد. الميديال كورد اللي هو بيطلع منه الانر نيرف وبيطلع منه الانر نيرف وبيطلع منه الميديال روت بتاع الميديال نيرف. الميديال نيرف زي ما احنا عارفين بياخد من C5 to T1. طيب زي ما احنا شايفين اهوت، ادي C5 C6 7 8 T1 ده روت بيطلع في برانشين مهمين اللي هو الدورسال سكابولار نيرف، نيرف 2 ده امبويدز، واللونج سواسك نيرف، نيرف 2 ده سيريتوس انتيرو. وده لما بعمل اي ام جي لازم لو عشان اعرف ان الروت سبت ما حصلش افالجن للروت بعمل اتشيك على التو نيرف دول، فبالتالي بيكسكلودد ان الروت افكتد وان الليجن حصل في الترانك. زي ما قلنا في ابر ترانك من C5 C6، الميدل ترانك من C7، لور ترانك من C8 T1. بعد كده قلنا الانتيريو ديفيجن بتاع الابر ترانك والميدل ترانك عملوا لي اللاترال كورد. اللاترال كورد اللي هو بيطلع منه اللاترال بيكتورال نيرف وبيطلع منه الماسكلو كوتينوس C5 C6 7 وبيطلع منه اللاترال رود بتاع الميديال نيرف. الميديال الانتيريو ديفيجن بتاع اللور ترانك بيعمل لي الميديال كورد. الميديال كورد اللي هو بيطلع منه الميديال كوتينوس اوف ذا ارم والسي 8 الميديال كوتينوس اوف ذا فور ارم، وبيطلع منه الانر نيرف وبيطلع منه الروت بتاع الميديال نيرف. ده الاناتومي المهم جدا بتاع الميكال بليكسس. ده بيهمني في الدياجنوزس، لازم اعرف البرانشز عشان احدد الليفل بتاع الليجن فين بالظبط، ايه الروت اللي على مستوى الروت، على مستوى الترانك، على مستوى الكورد. ولو انا بستخدم الالكترو دياجنوزس يبقى لازم ابقى عارف النيرف اللي هو افكتد فين، والمسل عن طريق المسل اللي هي سبلاي بالاي ام جي لو في دينرفيشن بوتنشال يبقى بعرف بقدر احدد الروت وبقدر احدد النيرف اللي هو افكتد. بالاضافه ضفنا حاجه ثانيه اللي هي السونار. ممكن استخدم الماسكولوسكليتال سونار ان انا اعرف النيرف اللي هو افكتد والليجن في اي روت او ترانك او كورد. طيب ايه الالات؟ زي ما قلنا الروت اهو لينك بتوين، لازم ابقى عارف ان الروت لينك بتوين ذا انتيريو اند ميدل سكالين ماسل، والترانك فاوند ان ذا بوستيريور تريانجل اوف ذا نيك. الديفيجن ليبر ستير بيهايند ذا كلافيكل. الكورد فاوند ان اجدلا برانش 5 مين برانش زي ما قلناه، الريديال والانر والميديال نيرف والماسكلو كوتينوس والاجدلا نيرف. ده انا عندي دول لازم ابقى حافظ الحاجات دي كويس جدا عشان ده هيساعدني في الدياجنوز. عارف انا اللاترال كورد طالع منه الماسكلو كوتينوس نيرف C5 C7، اللاترال هيد اوف ذا ميديال نيرف. الميديال كورد طالع منه الميديال انتيريو ثراسيك نيرف والميديال كوتينوس نيرف اوف ذا ارم والميديال كوتينوس نيرف اوف ذا فور ارم والانر نيرف والميديال هيد اوف ذا ميديال نيرف. ده كله الميديال كورد اللي هو طالع من الانتيريو ديفيجن بتاعت مين؟ اللور ترانك.
البوستيريور كورد طالع من سب اشهر والاكزيلاري وريديال بالاضافه الى السوراكو دورسال نيرف والسب سكابولار نيرف ابر اند لور. ديفرنشال دياجنوزيس، اي حاله بريكال بلكسس اول ما بتيجي الاورثوبيديست او البيدياتريشن بيشك ان هو الطفل ده عنده فراكشر، حصل فراكشر كلافيكل او سبلكسيتد شولدر، فدول المهم فلازم يعمل اكس راي عشان تو اكسكلودد اي انجري للشولدر او الكلافيكل. ممكن يحصل كونجينيتال ابنورمال، كونجينيتال ابنورماليتي في الابر ليم، ممكن يكون الطفل ده سيريبرال بولسي وخصوصا المونوبليجيا، وده هنعرف احنا بنفرق بينها ازاي. طبعا بنشوف الريفلكسز، في ريفلكسز ثانيه، ونشوف التون. لو التون طبعا لازم يبقى عندي محتاج اكسبيرينس ان انا افرق بين التايتنس اللي موجود في الهربس بيشنت او الهربس انفنت والسباستيستي اللي هي موجوده في السريبرال بولسي. في حاجه اسمها انترميدراين ابر لمب نيرف كومبريشن بتولد بيها الطفل، دي طبعا هنعمل لها ديفرنشال دايجنوز بالاي ام جي. طيب انا دي سكيما كده مجمعينها. لو انا في الابر لمب انا عندي ويكنس، الحاله اللي هو الهربس بوين بيشنت او بريك ريفلكسز بيبقى عنده ويكنس، الويكنس ده احتمال بيكون مع سنسوري تشينج او نو سنسوري تشينج. لو سنسوري تشينج ممكن يكون ابر موتور نيرون ليجن او لور موتور نيرون ليجن. لو هو ابر موتور نيرون ليجن ممكن يكون الكوز بتاع السيربرام او برين ستيم او سباينال كورد، وده بيبقى يا اما السبب بتاعها ستروك يا اما مالتي سكليروزس يا اما تيومر. في واحد هيقول لي انت ايه الستروك والكلام ده، ممكن زي ما قلنا ممكن البريكر بلكسس تحصل في الادلت وممكن تحصل في الانفنت. طيب لو هو لور موتور نيرون ليجن بيبقى بريفرال نيرف، ممكن يكون مونو نيروباسي او بولي نيروباسي زي مثلا الكاربال تانل او دوشان نيروباسي او البارلايزد ليم. طيب لو انا عندي وزاوت سنسوري تشينج، لو الشخص ده ما عندوش سنسوري تشينج، طيب ممكن يكون برضه احتمال يكون ابر موتور نيور ليجن بيبقى افكتد في الانتير هورن سيل زي الاميلوتروفيك لاترال سكليروزس. لو هو لور موتور نيورون ليجن والافكشن في الانتير هورن سيلز او البريفرال نيرف او نيورو ماسكولار جنكشن يبقى ممكن يؤدي الى مالتي موتور نيوروباسي او مايسينيا مايسينيك سندروم او مايسينيا جريفز. طيب ده لو في نيورو ماسكولار جنكشن. طب لو المسلز وزاوت ماسل تندرنس او ويز ماسل تندرنس ممكن يكون مايوتونيا ماسلر ديستروفي او ميتابوليك مايوباسي او انفلاماتوري مايوباسي. ده لازم يعني سكيما لو انا عايز اشخص بقى حاله جايالي بالالكترو دياجنوزس وعايز اعرف سبب الويكنس ده ايه. زي ما قلنا ممكن يكون الويكنس ده معاه سنسوري تشينج او ويزاوت سنسوري تشينج. لو وزن سنسوري تشينج ممكن يكون ابر موتور ولور موتور. لو وزن سنسوري تشينج برضه يكون ابر موتور نيرون ليجن او لور موتور نيرون ليجن، يبقى ده لازم لازم نفرق ولازم نبقى عارف كل الديزيزز ان انا بسيرش على دياجنوزس ولا بعمل ديفرنشال دياجنوزس. التريتمنت بتاعي الكافيزوثيرابي، طبعا احنا عارفين مينتين رينج اوف موشن، امبروف المسل سترينث، الاسترتش للمسل، الفاسيليتيشن للنورمال ديفلوبمنت، السنسوري اورنس، البوزيشننج، السبلنت، الكينيزيو تيب، الالكتريكال سيميشن. كل دي موداليتيز ممكن استخدمها ككونزرفتيف تريتمنت. طبعا قبل ما اعمل التريتمنت ده لازم اعمل اسسمنت للحاله، اسسمنت زي ما نشوف الاسسمنت دلوقتي
اول حاجه بعمل اكس راي زي ما قلنا عشان تكسكلود اي فراكشر او اي ديسلوكيشن او اي ابنورماليتي في البون. ممكن اعمل سباين، ممكن اخد سواء سي تي او اكس راي عشان اطلع الفراكشر او ديسلوكيشن. الجرافيك لازم اعرف هل فيها فراكشر ولا لا، الشولدر اللينو هيومرال ديسلوكيشن او سبلكسيشن. لازم ابقى عامل احتياطاتي لكل الحاجات دي عشان اعمل سيرش على الدياجنوزس واكسكلود اي ريسك فاكتورز، لان لو في فراكشر او في ديسلوكيشن المفروض ان انا ما ابداش فيزيوثيرابي الا لما اعمل كنترول على البروبلمز دي. اول حاجه الاسسمنت زي ما قلنا، الاسسمنت دوت ببص على البوزيشن اوف ذا لمب. لو لقيت الطفل ده واخد اللمب او بيبقى فيه ديفرنت موفمنت او اسيمتريكال موفمنت بين الرايت اند ليفت، ببدا زي ما قلنا ممكن يكون مونوبليجيا او ممكن يكون ايربس بوينت او ايربس. الايربس ده طبعا بعمل ريفلكسز زي المورو ريفلكس او الاسيمتريكال، او ممكن استخدم الاكوليبريم رياكشن عشان افرق بين هل في افكتد ليمب او لا. طبعا المورو ريفلكس يبقى انا عارف كل ريفلكس بيبدا ازاي والنورمال ايدج لحد كام. زي المورو ريفلكس المفروض ان هو لما بعمل ستيمولس بيحصل ابدكشن فيز. الابدكشن فيز بيحصل فيه الساوند والافكتد ما بيحصلش فيه، فبالتالي بشك ان الطفل ده عنده ايربس او بريتال بلكسس ليجن. الشيب اوف ديفورميتي بشوف الديفورميتي شكل الليمب واخد اي بوزيشن، بشوف لو هو واخد التيب مان بوزيشن او واخد كلو هاند، يبقى بعرف ان الطفل ده عنده مشكله في البريتال بلكسس. ليفل اوف بوست شولدر طبعا لما بيحصل بريتال بلكسس ليجن بيحصل افكشن للدلتويد وبيحصل اسيمتري بتوين التو ليفلز اوف ذا شولدر. اسيمتريكال موفمنت اند بوزيشن اوف ذا ابر هاند، بشوف السيمتري الهاند عن طريق ان انا ممكن اجيب توي للطفل ده واخليه يمسكها لو هو الطفل ده الايدج بتاعه بيسمح بحاجه زي كده. بشوف الكلر اوف ذا سكين، بشوف السينوزس في ساينوزس، بشوف الباترن اوف بريسنج نورمال ولا ابنورمال، وبنشوف بعمل انسبكشن للباك عشان بعمل سيرش على الويندنج اوف سكابولا. طبعا الويندنج اوف سكابولا لو انا لقيت عند الطفل ده ويندنج في السكابولا يبقى ده انديكيت ان اللون ثراسك نيرف تو ذا سيرتس انتيرو افكتد، ومعنى كده ان الروت الليجن وصل للروت وما البروجنوز بتاع الحاله دي سو باد، وان هو الريسبونس للفيزيوثيرابي هيبقى باد. لازم طبعا اخد الميديكال هيستوري بتاعي، لازم ابقى عارف البيرث ويت قد ايه، دليفري هيستوري، هل في كان في ديفيكالت ليبر مع الطفل ده ولا كانت الليبر عاديه، مولود نورمال ولا سيزيريان ولا بالفورسبس. لازم ابقى عارف كل الدليفري هيستوري ان ديتيل، لازم ابقى عارف البيرث ويت، لازم ابقى عارف الجستيشنال ايدج اتولد عند عمره قد ايه، دخل حضانه ولا دخل مولود نورمال ولا البرزنتيشن بتاعه كان عامل ازاي. كل ده لازم ابقى عارف لانها بتديني لاند مارك على الايه الدليفري او ممكن يكون حصل مشاكل اثناء الولاده. لازم ناخد دور الدليفري هيستوري، الفيدنج ديفيكولتيز، الاذر ديفلوبمنتال مايلستون، بري نيتال كونسيرن، الايدج بتاع اوف ذا ماذر، الويت بتاع التشايلد، الدليفري ابتدى ازاي وكان في فيزيشن موجود او في بيدياتريشن موجود اثناء الدليفري ولا لا. لازم اعمل ماسكولوسكيليتال اسسمنت از ايرلي از بوسيبل، زي ما قلنا التون ماسل تون، الكواليتي اوف ذا موفمنت، الهيد والترانك كنترول، عشان برضو انا اكسكلودد اي ابنورماليتيز ريليتد للسن اس، واتاكد ان انا شغال بريفرال نيرف ليجن يعني بريتال بلكسس. لازم اشوف البريمتيف ريفلكس زي ما قلنا قبل كده،
البالمر جراسب. الجراسب برضه من ضمن الريفلكسز اللي هي بتساعد لي لان انا عندي كلامبكس باراليسيس، ممكن يكون السمول ماسل بتاعه الهاند هي اللي افكتد. البلانتر جراسب والمور ريفلكس من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انا بعملها عشان تو اسس الجنرال ستيت اوف ذا تشايلد. يبقى عشان اراجع كده الاسسمنت لازم اول حاجه الهيستوري تيكينج، اخد الهيستوري كويس اعرف الدليفري بتاع اللي حصل ازاي، الويت بتاع التشايلد كان عامل ايه، الدليفري كان نورمال ولا اب نورمال، مولود سيزيريان مولود نورمال دليفري. لازم اعمل ببص انسبكشن على التشايلد بشوف هل في ساينوزس، هل في الموفمنت بتوين التو سايدز از ذا سيم ولا في اسيمتري، الليفل اوف ذا شولدر، التون. بعمل باسيف ستريتش للجوينت بتاعتي، هل في تايتنس او في لاك اوف ماسل كونتراكشن. بشوف الريفلكسز، اشوف النورمال ايج بتاعي، قلنا ريفلكسز، المور ريفلكس، الجراسب ريفلكس من اهم الريفلكسز اللي انا بعمل لها اسسمنت. بشوف الكواليتي اوف ذا موفمنت. تاني حاجه بشوف التايتنس اوف ذا ماسل. التايتنس دي كلها ده فيزيكال ثيرابي اسسمنت. عندنا السبسكابولاريس بيحصل فيها تايتنس، عندنا الدومينيتورز، عندنا ريست فليكسورز، كلها لازم اعمل تيست اوف فليكسبيليتي. يبقى انا اول حاجه ببص على الطفل، ببص على شكل العيان في ساينوسس ولا لا بعد ما خدت الهيستوري، بعمل ماسل تون اسسمنت، بعمل ماسل باور اسسمنت. زي ما قلنا قبل كده اقل من 3 سنين بعمل فانكشنال ماسل تيست، قبل بعد الثلاث سنين بعمل نورمال انديفيدوال ماسل تيست. زي الفانكشنال ماسل تيست ممكن استخدم التوي، ممكن استخدم الريفلكسز، ممكن استخدم التكتايل ستيموليشن. عملنا الماسل تيست، عملنا الماسل باور، بعد كده التيست اوف فليكسبيليتي، بعد كده بشوف هل في كونتراكشن او في ديفورميتي عند البيشن ده، بلخص البروبلمز بتاعتي عشان احط الايه اللاين اوف تريتمنت. طيب الاوبجكتيف اسسمنت بقى مهم جدا. زي الاوبجكتيف اسسمنت دلوقتي هستخدم الالكترو دايجنوزس نيرف كوندكشن فيلوسيتي بعد الايمجنج ستادي، الايمجنج ستادي الاكس راي، ان انا بفرق وباكسكلود اي فراكشر او ديسلوكيشن او اي بروبلم في السباين. بعد كده بعمل سوماتو سنسوري ايفوكت بوتنشال عشان اعمل افرق هل الحاله دي ابر موتور نيورون ليجن ولا لور موتور نيورون ليجن. بعمل انترا اوبرتيف نيرف اكشن بوتنشال، مايلوجرافي، سي تي سكان، ام ار اي، كل ده. الايمجنج ستادي برضه بالسونار مهمه جدا عشان اشوف الكواليتي بتاعه البريكال بلكسس نورمال ولا اب نورمال. طيب في حاجه جنرال برنسبل، ايه الرول بقى كاي ام جي؟ لو انا هستخدم الاي ام جي كان ستابلايز ذا بريزنس اوف انجري، كان لوكالايز الروت بلكسس النيرف، كان شيد لايت اون تايمينج اوف انجري، اعرف الحاله دي في الاكيوت ولا السب اكيوت ولا الكرونيك. ديفاين الباثولوجي برضه، هل هو اكزونال ولا ديمايلينيتنج، مي كواليفاي سيفيريتي اوف ان انجري، مي اسيست زي ما قلنا كل ما تكون الروت افكتد او الليجن بروكسما، معنى كده ان الكيس بتبقى مور سيفير. طيب هل انا محتاج الالترا ساوند؟ الالترا ساوند بالاضافه الى النيرف كوندكشن ستادي، النيرف كوندكشن ستادي بتساعد السونار، بتساعد لي ان انا طبعا زي ما انتم عارفين ان النيرف كوندكشن ستادي بتدي ستراكشرال انفورميشن اباوت ماسل اند نيرف ستراكشر، لكن الكوز والتيولوجي بتاع اللوس اوف فانكشن مش معروف. فانا ممكن استخدم الالترا ساوند عشان طبعا اعرف الليجن، الليجن سببه ايه، ممكن يكون سببه تيومر، ممكن يكون سببه اي ابنورماليتي في المسلز او اي كومبليكيشن في المسل. بعرف بالسونار الانترابمنت يكون سويلنج
او الليفل، ممكن احدد الليفل بتاع الكومبريشن قد ايه عن طريق ان انا بعمل كالبريشن بالنيرف، بشوف النورمال وبقارنه بالنورمال سايت، بعرف ان سبب المشكله في النيرف وسبب المشكله ايه. يبقى انا ده بعمل كومباينيشن بالاي الالكترو دايجنوزيس والنيورو ماسكولار سونار، نيورو ماسكولار سونار، عن طريق ان انا بعمل زي ما قلنا كده ان انا بستخدم اول حاجه الالكترو دايجنوزيس، الالكترو دايجنوزيس عشان احدد السيفيريتي، الليفل اوف سيفيريتي اند البروجنوزيس اوف ذا كيس. انا بس ما بيدينيش استراكشن. لو انا استخدمت الماسكرو سكليتال سونار، انا بستخدم الماسكرو سكليتال سونار، يبقى ده بيحدد لي الكوز والايتيولوجي بتاع الكيس والاستراكشر والفانكشن بتاعه النيرف والمشكله في اي ليفل بالظبط، ما هل هي في الروت ولا سوبر كلافيكال انفرا كلافيكال او اكزيلا او ذا في البريفرال نيرف. طبعا عن طريق ان انا بستخدم النيورو ماسكولار سونار، احدد النيرف وبحدد الانترابمنت حصل فين، واحدد الليجن بالتو كومباينيشن اوف ذا تو اوبجكتيف ميثودز عشان احدد واوصل للبروبر دايجنوزيس، وبالتالي بحط البروبر لاين اوف تريتمنت بتاعي، بوصل للي انا للبلان اوف تريتمنت اللي انا عايزها. زي ما هنشوف كده مع بعض ايه التريتمنت جولز بتاعي. قلنا قبل كده التريتمنت اللي هو بيحصل زي ما بعد ما عملنا الاسسمنت، سواء كان سبجكتيف اسسمنت عن طريق الاوبزرفيشن، عن طريق الماسل تون، عن طريق الفلكسبيليتي تيست، عن طريق الفلكسبيليتي تيست عن الماسل تون، عن الماسل بار، الشيب اوف ذا ليمب، الريفلكسز، حطينا البروبلمز. بعد كده عرفت البروبر، عملت اوبجكتيف اسسمنت بالالكترو دايجنوزيس والماسكولوسكليتال سونار، عرفت المشكله سببها ايه، هل هي بريفرال، هل هي نيو بلاستيك تيومر او ماس كومبريشن على ضغط على النيرف. فكده انا وصلت للبروبر اسسمنت وعملت الاسسمنت بتاعي كويس. يبقى بحط البلان اوف تريتمنت. انا عايز اول حاجه ان الشخص ده يبقى بروبر لاين اوف تريتمنت، بيعمل نورمال فانكشن ويز نورمال ايج بتاعه، يبقى ما بيتاخرش في المايلستون، يبقى اول حاجه بيعمل ببراكتس الاكتيفيتي بتاعته، بينهانس، بيبقى اندبندنت في الاي دي ال عن طريق ان انا بعمل فاسيليتيشن للنورمال مايلستون، عن طريق ان انا بعمل فاسيليتيشن للمسل كونتراكشن، عن طريق ان انا بعمل ستريتش او برولونجد ستريتش للتايت مسل، عن طريق ان انا بعمل فاسيليتيشن للبوزيتيف للاكتيف والباسيف رينج اوف موشن، بعمل بروموت للسنسوري اويرنس اوف ذا افكتد اكستريميتي عن طريق الاكتيفيتي اوف اي دي ال، بروموت الفيجوال اويرنس. لازم وانا براكتس او انهانس الموبيليتي بتاعت الشخص ده، لان لو انا ما عملتش فاسيليتيشن او اكسرسايز للافكتد ليمب، اللي هيحصل فيجوال ان اويرنس اوف ذا افكتد اكستريميتي، كان الليمب ده مش موجود عند التشايلد. فانا بنهانس الاكتيفيتي عن طريق الباي لاترال موفمنت او باي لاترال اكسرسايز، اي اكتيفيتي محتاجه الابر ليمب البوز ابر ليمب مع بعض، بحيث ان انا احسن الفيجوال اويرنس اوف ذا افكتد اكستريميتي والسنسوري اويرنس اوف ذا افكتد اكستريميتي، وبعمل بوزيشننج اند هاندلنج تو بيلد باي لاترال يوز. اهم حاجه ناخد بالنا منها وانا شغال مع الطفل اللي هو البريكال بليكسس، ان ما يحصل نعمل ويت بيرنج عشان ما يحصلش ليمب لينس ديسكريبنسي، لان دي مشكله خطيره جدا بتقابلنا وبنشوفها من وبنعرف ان ده ما خدش البروبر فيزيوثيرابي بتاعه، فبالتالي محتاج ايه ان انا نعمل ويت بيرنج عشان ما يحصلش ليمب ديسكريبنسي.
تمام كده. في حته مهمه نركز عليها اللي هي الكور ستابيليتي. الكور ستابيليتي مهم جدا عن طريق ان لازم اي فانكشن في الابر ليم محتاجه ترانك كنترول. لازم انهانس الابر الترانك كنترول والكور ستابيليتي عشان بروبر فانكشن اوف ذا ابر ليم، عشان نادي الى بروبر فانكشن. لو انا ما عنديش كور ستابيليتي مش الطفل ده مش هيقدر يعمل بروبر فانكشن للابر ليم. محتاج ان انا ازود الترانك كنترول عن طريق ان انا احسن الفليكسور بتاع الماسلز باور بتاع الفليكسور اوف ذا ترانك اند اكستنسور. الهوم بروجرام مهم جدا عن طريق البوزيشننج والكارينج والتكنيك والبوزيشن والسبلنت اللي انا ممكن انصح بيه للتشايلد. طبعا بحطه في الادكشن كومبليت ادكشن مع كومبليت فليكشن في الالبو عشان تو انهانس ان هو ما يحصلش اللي افاسيليتيت النورمال فانكشنال بوزيشن بتاع الابر ليم، ما يحصلش ديفورميتي او سبلكسيشن او ديسلوكيشن في الشولدر. فاسيليتيشن بايلاترال سكابولا، بيحصل وينجنج في السكابولا فلازم اعمل موبيلايزيشن.